ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام. مرحبا بكم من كل نص النهار و 18 دقيقة أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فام. موعد جديد من ريكاب ميدي نرجو فيه على آخر وأبرز المستجدات في تونس وفي القيروان. اليوم نحب نقول لكم أنه تنجموا تسمعونا على 93 على البوندا فام وإلا على الباش فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة مقابلة بالفرنسي الحياة فام وبيع عن لايف ستريمينج على سيت ويب متاعنا الحياة فام. معايا اليوم أمينة بوخيت في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعريس في الديجيتال، معكم سهام حمدي في ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام. شنو سنة فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش نحكيو على الإضراب العام اللي أعلن عليه الاتحاد العام التونسي للشغل نهار 16 جوان الحالي. نحكيو بأكثر تفاصيل على النقاط المدرجة في برقية الإضراب وتبعات هذا الإضراب، خاصة وأنه يجي في وضع سياسي واجتماعي واقتصادي متأزم. شنو نحب نقول لكم أنه من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين اليوم عنا حوار خاص مع رئيس بلدية القيروان السيد رضوان بودن، تلقاو أفيش على الباج أوفيسيال متاعنا إذاعة الحياة على الفيسبوك، تنجموا تخليوا أسألتكم أي سؤال تنجموا تطرحوه نطرحوهم بعد على السيد رضوان بودن اللي باش يكون ضيفنا طيلة سويعة كاملة إن شاء الله نحكيه كل ما يخص الشأن البلدي في القيروان. هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي، مواصلين معكم حتى لساعتين. مرحبا بكم الناس كل نص النهار واربعين دقيقة على إذاعة الحياة فهم، أنتم تسمعوا في ريكاب ميدي تواصل معكم حتى لساعتين، وكل عادة البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي. في الأكتواليتي لليوم نحكي على الإضراب العام المقرر في المنشآت العمومية، إضراب عام النهار 16 جوان الحالي بقرار من الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، باش نحكي فيه بأكثر تفاصيل على أبرز المطالب والأسباب والدوافع لهذا الإضراب مع ضيفي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان السيد سيد أسبوعي. سيد أسبوعي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك ومرحبا بأهالينا في القيروان وكل مستمعي الحياة فهم. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي سيد، في البداية نحب نرجع معك على النقاط اللي ضمنتهم برقية الإضراب اللي هما من المطالب البارزين اليوم يطالب بهم اتحاد الشغل، لو كان نرجع لهم بأكثر تفاصيل. طبعا نحب نعددهم لك. هو أولها سحب المنشور 20 صادر بتاريخ 9 ديسمبر 2020 والذي يهدف إلى خنق وضرب العمل النقابي. النقطة الثانية هي تطبيق جميع تفتات الممضات وتحديدا 6 فيفري، وهذه التفتات الموجودة بس تقريبا أغلب القطاعات والوضعيات الهشة ولم ترى النور لغاية اليوم. ثلاثة بالطبيعة هي المفاوضات الاجتماعية اللي تعرف اليوم المواطن والموظف عموما والعامل عموما ما عادش قادر باش يعيش، تعرف اللي الوضعية خايبة برشا، نحب نوجز في الجانب هذايا. والنقطة الرابعة هي بالطبيعة الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية الشروع الدور الدور الاقتصادي. هذا أهم النقاط اللي موضوع الإضراب العام اللي قررته الهيئة الإدارية المنعقدة بالطبيعة في 23 بابوي. سي سيد، دونك الإضراب هذايا يشمل تقريبا 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، يأتي في ظرف اقتصادي صعيب وظرف اجتماعي أيضا وسياسي متأزم. هل هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ هذا الإضراب؟ ما كانش ممكن أن يتم تأجيله مثلا باش تكون الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مريحة أكثر؟ طبعا شوف، هو حتى واحد كان يحب الإضراب، احنا ديما نعطوا فرصة للتفاوض. احنا نحكوا لك اليوم قديش صبرنا على المفاوضات الاجتماعية، عندنا اكثر من سنه واحنا ننتظر المفاوضات الاجتماعية، عندنا اكثر من سنه واحنا نستنوا في تطبيق اتفاقية 6 فيفري اللي امضاها رئيس الحكومة السابق من اصله المشيشي. يعني اليوم انت شوفه بيانتو مش احتفلوا بالذكرى الاولى ل 25 جويليا. احنا صبرنا، مش صحيح احنا صبرنا ولم نجد اي بوابة امل وبوابة تواصل وبوابة حلول
ما عاد الحكومات الحكومه الجديده ذي ما بعد 25 جويليه. نحن بالعكس نحن ثمنا هذا التغيير، ثمنا انه اليوم نريد الانفراج السياسي ينعكس على الجانب الاجتماعي. اليوم انت تعرف اخي كي نقعد المنشات او نسمي لك منشات عندنا في القروان ما نمشوش بعيد احنا. شوف وضعيه اليوم ستاد والسونات، ما معنى اني اليوم ادارات لا يقع اصلاحها، علاش نتسنوا باش نمشوا اداره جهويه في سوسه باش نحلوا مشكله بسيطه؟ هل هذا يستحق تعطيل وبيروقراطيه كبيره باش نمدوا مواطن بمنقاله نتاع ماء باش اليوم نقوي المؤسسه هذه باش تولي تدخلها سريع؟ اليوم تشوف مثلا في الصحه، تشوف في النقل، اليوم شركه النقل انتظري انه في بدايه السنه الدراسيه مش باش نلقوا لا كيران ولا نلقوش وفره. هذا الكل ما يتطلب نصبر بعد شنو؟ نحن نرى انه بعد شهرين او شهر سنجد اوضاع اجتماعيه واوضاع داخل المؤسسه هذه كارثيه اذا لم تتدخل السلطه وبطريقه استعجاليه في حل الاشكاليات. ما عملت طبق وتوقيت بالقيروان، انت عارف شنو قاعد يصير فيه؟ ما عمل كان ب 800 خدام، اليوم 350 خدام، يعني تقريبا مشاكل بالجمله، يعني فساد على مستوى توزيع الدخان، يعني عدم سيطره على اي على المنشات هذه. هل يجب ان نتحرك عندما تنهار كل هذه المؤسسات؟ سي سيد في المقابل سي سيد، لانه فما توا يعني الحكومه التونسيه كيفاش تتعامل مع هذه الملفات ومع مطالب اتحاد الشغل، ونعرفوا اللي فما لقاء يعني في غضون هذا الاسبوع بين الحكومه والاتحاد، هل يمكن تذليل هالنقاط هذه من اجل شوف صديقتي، احنا حتى واحد ما يحب الاضراب، ونحن الاضراب مازال تقريبا 15 يوم ديما احنا الاضراب اللي دفع الحكومه لجلوس على مائده التفاوض. اللي مش معقول انك انت تضعوا العراقيل حتى في التفاوض. المنشور 20 شنو دوره؟ هو دوره تعطيل التفاوض. نحن سنتعامل كمنظمه وستتعامل بدورنا الوطني ونتحدث عن ذلك بمسؤوليه تامه. متى وجدنا ابوابا مفتوحه للتفاوض ووجدنا حلولا، لا نريد ارباك الدوله ولا نريد ارباك الحكومه، فقط نريد ايجاد حلول. متى وجدنا هذه الحلول سترين بام عينك وترجع للتاريخ كملغيه من اضراب عندما نجد التفاهمات ونجد تفاوض حقيقي، تفاوض جدي، تفاوض مسؤول. لسنا مع تنفيذ اضرابات عامه الا متى وجدنا انفسنا بفعل ذلك، وعندما نجد انفسنا بفعل ذلك فانه لا يربكنا ان نقوم بهذا الاضراب، لانه اليوم مش معقول ان نقبل انه الدوله تنهار قدامنا. اليوم ما سمحت شيء، فما اشكاليات كبيره مسنا في العمق. ولكن الناطق الرسمي باسم الحكومة سي سيد يعني أعلن منذ أيام أنه الحكومة ملتزمة بكل الاتفاقات وكل التفاهمات مع اتحاد الشغل. شوف صديقتي، لا نريد أقوال، نريد أفعال، نريد إجراءات. الاتحاد موجود والحكومة موجودة، نجم غدوة تعيط الجلسة تفاوضية، إجا نغدو إجا نحلوا المشاكل، حتى واحد ما يقول لا. فقط لا نريد كلاما استهلاكيا للإعلام ولغيره، لا نريد كلاما لغاية سياسية، نحن نريد أفعالا، نريد من الحكومة أن تستجيب لمشاكل المواطن، لمشاكل مشاكل العامل، لمشاكل ما سمحت شيء في حل توفيتون، فمشكلات كبيرة على الحكومة وعلى الجميع، ونحن كاتحاد تأكدي جيدا أننا ملتزمون بتقديم تنازلات، بتقديم حلول، فقط عندما نجد جهة تسمعنا بمسؤولية وبجدية وتضع المصلحة الوطنية في درجة أولى. اليوم عدة أصوات سي سيد تتعالى بأنه هذا الإضراب العام يأتي على خلفية الأزمة أو بين ظفرين الصراع بين الاتحاد وقرطاج، يعني ما مدى صحة هذا الموضوع وشنو تعليقك عليه؟ طبعا هو في كل حقبة سياسية تجدي بعض الناعقين والأبواق الناعقة لتهاجم الاتحاد وتهاجم الحكومة، هذا طبيعي جدا. نحن نقول ما معنى هل إدارة المؤسسات تبتعد عن البعد السياسي؟ هل إدارة المصنع في مؤسسة ما فيهاش أبعاد سياسية؟ شوف المسألة السياسية لا تربك، لا تعني الحكم فقط بل تعني إدارة الدولة، إدارة الدولة عبر إدارة المؤسسات، عبر إدارة المسألة التربوية، عبر إدارة المسألة الصحية، هذه هي السياسات. رأي السياسة مش مكان هلامي ومثالي لا يمكن التفاوض. نحن نريد حلولا حتى في الأزمة السياسية، نحن نطرح حلولا، نطرح برامج، لأنه ما تجمش تحكي على إصلاحات اجتماعية ودون إصلاحات سياسية. نحن نمد أيدينا متى وجدنا فعلا شفافية ووضوح في أي خيار
نحن هنا لإيجاد الحلول ولنلعب دورنا الوطني بدون مزايدات. بخصوص الحوار الوطني سي سيد، اليوم فما هيئة إدارية ستقرر قرار نهائي، لو كنت تعطينا فكرة على التوجهات نتاع اتحاد الشغل. لا نحب نصح لك، الهيئة الإدارية اليوم فقط هي اليوم نستمع إلى خبراء وبعض التقنيين في الجانب الدستوري في الجانب القانوني، أستاذ جامعيين ودكاترة ما عندش علاقة بأي بالجانب التفاوضي أو فما هيئة أخرى ستنظر في القرار النهائي وقتاش سي سيد؟ تقل البيان نتاع الهيئة الإدارية نتاع 23 ماي، ماذا تجدين فيها؟ الهيئة الإدارية ستظل مفتوحة إلى التفاعل مع كل متغيرات، متى وجدنا تفاوضا ومخرجات سنجد انفسنا في هيئه اداريه مباشره لدراسه المقترحات ودراسه مخرجات التفاوض. وبالنسبه لمخرجات الهيئه اليوم الاجتماع اليوم مع الخبراء في المجال الدستوري والقانوني، فمش بعض النقاط اللي تم الاتفاق عليها والا هي 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 تصور للاتحاد للاصلاحات، هي تصور مازال انكور، هو ذا النقاش كما عملنا التصورات في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الاتحاد كي يبدا يتفاوض يقدم حلول يقدم مشاريع، ما نسلمش يدينا في جيوبنا. هذه ورشه كذلك او ندوه للنظر في الاصلاحات الدستوريه اللي يمكن نفيدوا بها السلطه السياسيه اذا ما دعتنا للحوار على مستوى الحوار السياسي او على مستوى الاقتصادي والاجتماعي. هي رؤيه، هي تصورات، ما زلنا توا الى غايه الساعه ما خرجتش باش نكلمكم مباشره في هذا الشان. مشكور جدا سي سيد، احتراما لكم في الاعلام الجهوي اللي بالحق نروم انه زاد يكون زاد فاعل معنا في تغيير الوجهه السيئه للجهه والوجهه المترديه للجهه. شكرا لكم جزيلا. شكرا برشا سي سيد انت زاده، وان شاء الله ما نكونش طولت عليك. فقط سؤال اخير رجاء نجاوبنا عليه بايجاز، نسالك على موقفك من مفاوضات صندوق النقد الدولي. اليوم خبراء يحذروا من الازمه الاقتصاديه ويقول لك سنذهب او ندخل في نادي باريس اذا كان ما نتوصلوش الى اتفاق. طبعا اتحاد الشغل عنده دور مهم في هذه المفاوضات، هل يمكن ان يقدم الاتحاد بعض التنازلات ويجلس مع الحكومه لايجاد حلول من اجل التوصل الى اتفاق؟ صديقتي الكريمه، نحن لسنا اعداء مع الحكومه، نحن شركاء في هذه في هذا الوطن. نحن نريد اصلاحات داخليه، نريد اصلاحات جبائيه، نريد اصلاح المؤسسات العموميه. لماذا نبقى نقتاتوا من وراء البحار؟ لماذا نبقى خايفين من نادي باريس ولا لجنه البندقيه ولا صندوق النقد الدولي؟ نحن متى كشفنا بعضنا البعض ووجدنا عناوين حقيقيه للاصلاح للمؤسسات للجانب الاقتصادي للجانب الاجتماعي سنتخلى وسنتخلص من ثقل هذه المؤسسات الاستعماريه. هل يراد لنا ان نوافق على هم؟ احنا اصلا لا نستشار في هذا، نحن نقدم وجهات نظرنا للتفاوض. حتى صندوق النقد الدولي لا يجب ان نتعامل معه بمنطقه انه يستعمرنا، انه نقول له هيك كرومتنا واذبح، لا. نحن نقدم كذلك، ما معنى انه ما نجموش نحكم على الانتدابات يا صديقتي؟ في هذا المثال مثلا وقت نلقوا سبيطارات بلاش فرمليه، ونلقوا مدارس بلاش معلمين، ونلقوا خدامه ناقصين، ونلقوا قبضات ناقصين، هل يمكن ان نقبل ان هذه التوصيه مثلا من صندوق النقد الدولي انك تقول لك ما تندبش عباد؟ دونك العمليه راهي عميقه جدا. نحن كاتحاد بالحق هو ماهوش موضوع نتاع درج ودرجين، قد اكون معك على البلاتو في حصه اخرى. انا ما عندناش مشكله، فقط نحب نقول لك راهو دورنا كبير ودورنا وطني ودورنا بناء. نحن نمد ايدينا لبناء وطن، بناء معناها خيارات وطنيه، ماناش مع فعلا شطحات او أكيد. ارباك الدوله او ارباك الحكومه. هذا ان شاء الله تكون بحذنا سي سيد، ان شاء الله في فرصه قريبه نحكي باكثر تفاصيل بخصوص هذه المواضيع واكثر. نشكرك برشا سي سيد سبوعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان على كل هذه التفاصيل بخصوص الاضراب المقرر نهار 16 جوان، كذلك جمله من المواضيع الاخرى. نذكركم بعد شويه عندنا حوار مع رئيس بلديه القيروان السيد رضوان بودن، تلقاو افيش على الباج اوفيسيال نتاعنا إذاعة الحياة، تنجموا تخليوا فيها الأسئلة نتاعكم نطرحوهم على السيد بودن بعد قليل. ثم تسمعوا في ريكاب ميدي حتى لساعتين، اليوم عندنا انترفيو سبيسيال مع السيد رئيس بلدية القيروان السيد رضوان بودن. تسويت في الانترفيو دي جور. انترفيو دي جور. معايا في البلاتو سي رضوان بودن رئيس بلدية القيروان. مرحبا سي رضوان، أهلا وسهلا. بارك الله فيك وشكرا على الدعوة. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام يرافقني زادة في هذا الحوار. مرحبا سي حمادي. مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين، مرحبا بسي رضوان، ومرحبا بكل مستمعي ذات الحياة فهم.
مرحبا بالناس كل. نبدا معك سي رضوان باول سؤال، شنو حوال بلديه القيروان؟ كيفاش تقيم الوضع البلدي في القيروان توا تقريبا منذ الانتخابات من 2018 حتى لتوا؟ كيفاش ترى، كيفاش توصف لنا هكا الوضع البلدي في القيروان؟ هي احوال البلديه احوال فيها الجيد وفيها المتوسط وفيها السيء بالطبع. هي كما قلت ديما التجربة جديدة بقانون انتخابي أولا جديد، مجلة بتاع جماعات محلية جديدة، وخاصة طبقة من نجم نقول سياسية، معناها تونس قاعدة تكون في طبقة سياسية جديدة من الثورة للتوا، بالطبع بتجربتها الأولى بمحاسنها ومساوئها. عندنا نقاط مضيئة الحقيقة في الأربع سنين هذه اللي عملناها، عندنا نقاط مثلا شنو سيرتها؟ أولا ركزنا في من 2018 قلنا مش نعمل جهدنا على النظافة أو رفع الفضلات، يعني خير ديما نستعمل تعبير رفع الفضلات، لأنه هذيك الأساسية الآن تاع الأبجدية هذي، لأنه ما ثمش فعل حضاري، ما ثمش عيش حضاري مدني خاصة مديني من غير النظافة. وحطينا الإمكانيات البلدية والمجلس البلدي كل في هذي، وعنا توا بالنسبة لرفع الفضلات تقريبا لأول مرة في تاريخ البلدية نسبة التغطية تقارب 100%، بالطبع مش 100% أما تقاربها. تذكر أن حتى في النيابة الخصوصية من سحمادي كان معنا ما كناش نتجاوزوا 30 متاع المنطقة البلدية، 60% احنا توا ان شاء الله نقاربوا في 100%، ولكن رغم ذلك مش تقولي عارفك مش تقولي طول، ولكن النظافة ما ثماش. احنا البلدية هي مطالبة برفع الفضلات، والبقية موضوع النظافة بالطبع البلدية هي العنصر الأبرز، ولكن بقية يجب تتضافر جميع الجهود والأطراف في هذه، بالطبع من جملتهم الإعلام، المجتمع المدني، المدرسة، المسجد، الكل يزم الضافر، والمواطن بالطبع هو ذي هو اللي من غير مواطن منضبط ما نجموش نعملوا مدينة نظيفة. في هذا عندنا مخص اخر اللي دخلنا فيه معناها بقوه، وما كانش عندنا تجربه بكله، كان باب مسكر بالنسبه للبلديات، خاصه بلديات الداخل كان محصور على بعض البلديات الكبيره في تونس والشاطئيه، هي موضوع التعاون اللامركزي. يعني توا اني جيتكم توا قصيت على يوم دراسي حول التعاون المركزي في القيروان بمشاركة عديد البلديات. هذا كان موضوع معنا فيه حتى الخبرة ولا إمكانيات لا بشرية ولا مادية، ولكن رغم ذلك دخلنا فيه بقوة وبدينا نقف، وعملنا فيه نجاحات وبدينا نقف في الثمار، من جملتهم 6 مليارات أو نص هذوما اللي ربحت مدينة القيروان. وثم غير مشروع الحياة العمرانية، احنا مش نحكيو عنا باب كامل سيرافين، نحكيو على المشاريع الكل المنجزة والمعطلة وغير وبالطبع عنا بعض المشاريع المعطلة هذه اللي زادة مكونت لنا مشكلة خاصة في الرأي العام، والحقيقة البلدية ما سوقت لهمش كيفاش، وخاصة لم تنر الرأي العام فيما يخص هذوما. ماذا بيت تحيل الفرصة اليوم أكيد باش نبين للرأي أكيد. العام التفاصيل متاع أنا ملاحظة فقط في خصوص النظافة، أنه ما زلت راه في القيروان أننا نتعامل مع النظافة كما كان سابقا كما 50 سنة التالي، وبالتالي ما ثماش تجديد. يعني مازلت نشوف دائما دراكتور يدور وزبلة مطيشة في القاع والخدامة يلموا بقاجو، يعني بلغة أخرى المجهود نعرف أنه ثم مجهود كبير وثم مقاولين وغيره، ولكن على مستوى نوعية الأداء مازال ما يعني كلاسيك شوية. نجاوبك طبعا اي هو ما زلت اذا كان التراكتور يزم تلوش تبحث بالقدا باش تلقى تراكتور، ولا كان بدينا نعم ولا احنا وقت اللي تولينا الامر هذايا كان عندنا العديد من الجرارات هذوما تراكتورات بدينا نقضيو عليهم، ولكن ما نجموش نقضيهم عليهم بالطبع في ليله ونهار. بدينا بالتدرج اولا بتدخيل الساعه المقاولين، لان امكانيات البلديه البشريه والماديه لا تسمح بتغطيه تغطيه المنطقه الكل. بدينا بالكميونات العاديه الشاحنات العاديه
قلنا لان ثم حكايه تكلفه في المعدات اللي مش تطلبها انت من المقاول، كان مش تطلب معدات متطوره، دونك ثم تكلفه نتاع الصفقه اللي هي قلنا نبداو بشويه بشويه، بدينا نحيو في التراكتورات بشويه بشويه، ودخلنا الشاحنات العاديه اللي رغم اللي القفزه النوعيه اللي عملتها، ولكن قاعده اللي تمشي وتزري في النفايات الثنيه، ورغم اللي احنا فارضين عليهم الشباك، وحتى شرينا الشباك للبلديه ولكن ما حبوش يستعملوهم يعني تعطلوا وهذا. ولكن تو احنا الحقيقه تو احنا في فتره انتقاليه، ثم مقاول دخل الاسبوع هذا، وثم زوز اخرين في الانتظار، عندنا اربعه تو صفقات مش يدخلوا في الواحد، هذوم كلهم شرطنا فيهم الشاحنه الضاغطه. لا لا، الشاحنه الضاغطه اللي هي مغطيه ومسكره، معناها وقت اللي يكمل تتعبى يهبط الغطاء نتاعها ويقصد ربي وتضغط كذلك على الفضلات باش تهز كميه اكثر. الحقيقه في حكايه الضغط هذه لقينا فيها مشكل، لان المصنعه في تونس هذه كلها تو الوحيده هي موجوده في السوق، الشاحنات الضغط المصنعه مع اسمها شاحنه ضغطه، ولكن الضغط نتاعها تقريبا منعدم. قاعدين يطوروا فيها بالطبع، بما ان صناعه تونسيه جديده قاعدين يطوروا فيها، ولكن احنا تو متاحه هذه. لا هي تو اورانجي يعني لونها. لا 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 لا، اكثر من كعبه. انا شفت كعبه مع جديده. عندنا مقاول بدا عنده منذ اشهر هذا، بدا بالشاحنات الضاغطه. ثم كما قلت لك عندنا اربع صفقات، كل صفقه فيها تقريبا اثنين، يدور لي ثم سبع او ثمانيه شاحنات ضاغطه تو مش يدخلوا في الخدمه، دخلوا شيء مش يدخل في الخدمه قريبا جدا. اللي مش يقعدوا تقريبا هذا تو المقاولين كلهم يخدموا بالشاحنات الضاغطه. احنا في البلديه نخدموا بشاحنه ضاغطه الحقيقه تو، عندنا زوز اخرين لا لا للاسف في الصيانه عندهم اشهر ومكلفين جدا وما لقيناش القطع الغير بتاعهم. وعندنا الحقيقه مشكوره زاد وزاره السياحه والمندوب الجهوي نتاع السياحه هنا في القيروان، استصطلنا في اقتناء شاحنتين ب 400 مليون، هما المفروض ان اخذناهم مع عندهم شهر، ولكن تعرف الوضع نتاع العام في تونس تو كل شيء يقول انه يوم السبت الجاي مش عاديهم على سيرفيس دي مين باش ياخذوا لهم الاوراق نتاعهم، وعدنا انه الاسبوع القادم يقع التسلم نتاعهم. باهي سي رضوان، علاش فما البيروقراطيه هذه الكبيره اللي احنا نضيعوا بها برشا حاجات؟ اليوم لو كان نسالوا اي مواطن في القيروان، وانت تعرف سي رضوان باش يكون متغشش برشا على الوضع، يعني مثلا تاع النظافة ولا الانتصاب الفوضي ولا أي نقطة أخرى، علاش هالبيروقراطية؟ علاش نقولوا احنا مثل هما ما يحبوش يستعملوا الشباك؟ لطون إذا كان الخدمة تتطلب استعمال الشباك علاش ما يستعملوهمش؟ عندنا شاحنات مثلا نستحقوهم بصدد الصيانة ما نعرفش من وقتاش، يعني هذايا الكل راهو يخسرنا في برشا حاجات. هو هذا الحقيقة كان تسأل 350 رئيس بلدية في تونس تو يقع إجماع، وحتى في الإدارات المركزية كل شيء اللي هو عندك قانون الصفقات هذايا اللي هو مش معطل برك، مشل للعمل الإدارة كلها مش كان البلديات برك، الإدارات الكلها. هو الحقيقة باش ما نظلموا حد، هو القانون ذي القانون الصفقات والإجراءات الإدارية مجعولة للحفاظ على المال العام، باش ما يبداش رئيس البلديه او الوزير او رئيس الاداره يتصرف كما يحب ويمشي لصاحبه السيد يشتري من عنده الحاجه ب 100 واللي يشريها ب 150 معموله هي. ولكن احنا بحكم الوضع نتاع الاداره نتاعنا وبحكم الوضع العام وخاصه الوضع السياسي اللي كان قائم قبل 2011 و معناها عدم الشفافيه وفي هذا معناها كان اساسي باش يكون ثم قانون كما هكا باش يحمي الاشكال في التشريعات باش يحمي المال العام. تو تقريبا ثم اجماع على انه يلزمه يتغير مش يتنحى بالطبع، يلزمه يتعدل وقتاش مش تعمل هذايا موكول للسلطات المركزيه، لان البلديه ما تنجمش، هي محكومه بالاجراءات هذيا، ما كانش مراقب المصاريف يقول ستوب غادي والحمد لله عندنا مراقب مصاريف باش هو يشوف معناها مطابقه الاجراءات اللي نقوموا بها احنا والصفقات
للقانون. دونك هذايا فيما يخص الاجراءات. الحقيقه في هذه اني عندي قطعه ساعات واني معناها مولود في وسط الميكانيك ونفهم الميكانيك ونعرف كيفاش. ثم حاجات اللي المقاول نتاعنا او الواحد ينجم يصلحها في شطر نهار, يعني يعمل تنقيزه ما لقاش في جديد يشري في القديم. اللي هو يعني نجم يصلحها في نهار ولا ساعات في شطر نهار, ان نضرب ساعات بستة اشهر لانه المزود اللي متعاقد معاه بلديه في راس العام ما عندوش القطعه هذيك, باش نمشي المزود اخر يلزمني نلم ثلاثه دوفيات معناها, فهمتني؟ دونك ثم اجراءات معطله وثم عزوف زاد في وضع معناها بجراء الوضع العام زاد نتاع البلاد, عزوف عن المزودين والمقاولين في التعامل مع الادارات. هذا ما يمنعش الرضوان انه راهو هذا عنده حل, لكن مع الاسف العديد من البلديات ما يستعملوش. وانا اخص بالذكر الجانب الميكانيك, انه اي بلديه عندها اسطول فانها تعرف مده صلاحيه كل بياسه. نعطيك مثال, ثم ديسك دومبرياج يطيح كل 6 شهور, فلا بد ان يكون عندي انا عندي 4 كمان ويزم كي نشري كمان نحاول يكون الاستشراف, يعني صح هو التخطيط السليم, لانه استشراف نظري, اما هنا جانب عملي. انا يبدا عندي كميون نوع اكس وكميون نوع واي ودركتور نوع درشنو وعني خليته, مطالب اني ما نجمش يكون عندي فورنيسور او مزود واحد, فمطالب يكون عندي اكثر من مزود, وهذا غير ممكن في قانون الصفقات, لانك تعمل صفقه تطلب القطاع هذا مش ياخذ لك واحد يعمل سو تريتونس. الجانب انه علاش كيفاش البلديه تنجم تكون افضل, هو انها يكون عندها ناس يفهموا بشكل جيد وبالتالي ومخزون وعندها مخزون احتياطي القطاع الغيار اللي يقع استهلاكها العجالي. انا نسمع مرات انه دركتور او كاميون بقى ما يمشيش لانه ناقص حاجتين, هذا انا ما نقبلوش, او انه بقى ناقص لانه ما تعداش في الفيزيتا, ناقص في نهار تكسر في نهار او ديسك دومبرياج معناها طاح, خاصه الدركتورات وغيره يطيحوا فيهم برشا. الكاميونات اللي يقع استعمالهم في وسط المدينه يطيحوا ياسر, ثم حوايج تطيح ديسك دومبرياج مثلا اي مثال. فهذا مش ديما على خاطر الصفقات, لانه الاداره المستقبل اللي هي المفروض تخطط ومسبقا تعمل لابيل دوفر, يعني طلب العروض, باش ما على غالب طلب العروض يلزم شهر ويلزم واحد هذاك الاجراء القانوني. فمرات انا شايف انه البلديه مقصره ماهوش القانون. اي لا الحقيقه عندك اللي تقول فيه في جانب من الصواب. احنا الحقيقه كل عام تعرف عندنا الاجراءات الاداريه من مايو تو من هنا, احنا خرجنا للادارات والمصالح نتاع البلديه كلهم اعطينا حاجياتكم للسنه المقبله باش احنا نحضروا الميزانيه. وانت تعرف اللي كل عام, وكنت معنا 5 سنين في النيابه الخصوصيه, ان كل عام نقتنيه مجموعه من القطاع الغيار, وساعات تكون الاستهلاك يفوت التقديرات هذه اولا. ساعات هما يجيبوا لنا طلبات مثلا محدده في الكميه, ولكن بحكم عدم توفر السيوله الماديه الحقيقه الاداره أقل. الاداره بالطبع هذه مش يقول الإدارة في عظميات واللي تشري 80 تشري 70 تلقاها ترسيلها عقاب العام معوقة. ثم عدم التزام زاد ساعة المزود ياخذ الصفقة وكل شيء, ولكن بعد ما يوفر لك شنو. احنا ديما نحاولوا باش نتفاداوه, ولكن فوق هذا الكل ثم الأعطاب اللي غير متوقعة, فهمتني؟ هو في الأصل راهو في التجهيزات الكل اللي نعرفه, يعني وكل كان كما يخص انتم مثلا كما عدد الحاسوبات عدد الميكانيك. يقول لك اذا كان انت عندك حاجه في 10 قطع او اي حاجه مثلا في الميكانيك مثلا, يزمك ديما عندك فوق ال10 ثم 2 فاضلين في الراحه للصيانه لا محطوطين على شيره ما تخدمش الميكرو يجيب ميكرو. هذه امكانيات البلديه والادارات التونسيه عمرها ولا تتوفر لها في بكل, لان الحقيقه احنا كنا يعني شو لازم نعمل يعني مش قد الوضع على ما هو عليه في مجال النظافه, مش نجبدوا زاده خاطر تولى ديما الضرب عند البلديه والبلديه وعملت وما عملتش وكنا مقصرين الحقيقه. واحنا ما انا بشر, دونك عندنا في المقابل عندنا 9 شهر من المواطنين مش قاعدين يخلصوا في الاداء البلدي. احنا تو رانا قاعدين كما سامحوني الكلمه بالسوري بالفرنسويه اونجير لا ميزير, تو كنا نقولوا فيها تو كما قلت لكم في اليوم الدراسي اونجير لا ميزير. 9 شهر من الناس ما مش قاعده تخلص, واللي هذا هي البلديه مش مجيب هي منين
في حدود قديش الاداءات على المساكن المبنيه هي بسيطه جدا يعني لا لا مبالغ بسيطه جدا هي في حدود قديش من 100,000 دينار يعني 600,000 لا في الجمله معنا في الجمله يعني مفروض قديش الواحد لا بالمليارات فوق العشرة مليارات طب احنا نسالوهم فرتين عند العباد فهمتي وكان احنا العباد معناها تخلص الواحد يبدا عندنا على الاقل ميزانيه معتبره احنا تو ميزانيه نتاع بلديه القيروان اللي هي تعد تقريبا 180,000 ساكن معنا بالعنوان الاول والعنوان الثاني مش نسميه 24 مليار هذوما ال 24 مليار ياكلوا منهم الاجور بركة 10 مليارات ونص كتلة الأجور يعني أجور 10 مليارات ونص 500 مليون تقريبا للمحروقات 3 مليارات للنظافة للواحد الكهرباء استهلاك الكهرباء 3 مليارات كما قلت في النظافة مثلا تو قاعدين النظافة تكون لنا في 5 مليارات نرجع المشكلة للنظافة اللي هو دميلة الواحد رانا نصرفوا في 5 مليارات في على على النظافه ما بين المقاولين والعمل البلدي بيدو هذا ثلث الميزانيه نتاع العنوان الاول ثلث او اكثر من ثلث يفوت ثلث نتاع الميزانيه في حين ان احنا قادرين غدوه وكان الناس تنضبط ما نقولوش بزوز نقولوا بثلاثة مليارات نجموا نفوا ونفوا خير من هك ويفضلوا لنا كل عام زوز مليارات أما نحسنوا بهم قدرات البلدية الداخلية باش يولي عندنا كما قلت لكم فائض من الوسائل نتاع العمل باش كي تعطب آلية النقاو باش نعوضوها ونبعثوها هي للتصليح ونجموا حتى ندخلوا باش نحسنوا من الأحياء نهيئوا بعض الأحياء وكل شيء هذا أنا أدعو نستغل الفرصة وكم الحديث ذو شجون باش نحثت وتشوفوا احنا أول مجلس منتخب في بلدية القيروان شفتوا ثم ناس قاعدة تخدم وقاعدة تجيب في انتاج مش كما كنا متوقعين احنا بينا مش كنا نحلموا باش نعمل باش نحكيوا عليه المجلس المجلس هذا ولكن ثم على الأقل نتيجة والحقيقة في اللي أنا نقولها بكل صراحة ما تنجم تحاسب المجلس ورئيس البلدية لما تكون دفعت أنت ما عليك وقتها باش نجم تحاسب نشوفوا احنا نشوفوها ديما في الأفلام سامحني ما يبدا ساعات المواطن يقدم في روحه ما يقولوش انا مواطن تولدت في البلاد هذه يقولوا انا ادفع الضرائب دافع الضرائب ولهذا عندي حقوق الحقوق تنجر مش خاطر اني تولدت في القروان خاطر عندي حقوق لكن اني ندفع في الضرائب دونك انا دي دعوه للمواطنين باش ينجموا يحاسبوا المجلس البلدي ورئيس البلدية نبداو نخلصوا باش نرجع معاك سي رضوان انا انه 5 مليار دويت للنظافه عام 2023 راها انه لفظ من عندي انا اهدار للمال العام واش نقول لك علاش لانه اذا كان انا غير قادر ان نرد لك الاكل الاوساخ هذيك دخل فلوس للبلديه وهو ممكن تفكرش البلديه انها في اطار الصفقات انها تطلب من المقاول اللي مش يجي انه 50% من الفضلات اللي مش يلمها يقع تدويرها وتعرفوا أن مشاريع التدوير توا واللي يكونوا ميسيركولير هذا الاقتصاد الدائري وثم برشة تشجيعات في الجانب هذا أنه تكون بيت القروان سباقة تعمل طلب عروض تقول آي سي أنا مش نعطيك باش نعمل طلب عروض أما نطلب منك 50% من الزبدة اللي باش يقع رفعها اختار الأحياء السهلة ما يسالش ما ديما احنا نبداو بالسهل نختار الأحياء السهلة يقع تثمينها ولأنه هذاك مش يولي يدخل فلوس ولا عوض 5 نولي 4.5 وبعد عامين نولي 4 وبعد 5 سنين تصبح رفع الفضلات لا يكلف البلدية بل يدخل فلوس للبلدية هو كما قلت انت حتى البلديه ماذا بيا تكون سباقه واني نعرف تدخلات في النيابه الخصوصيه وكنت تدعو كثيرا لهذا واحنا الحقيقه بالفعل البلديه تو المجلس البلدي كان سباق واحنا على فكره وكانوا عندنا برشا نقاط سابقه لاوانها رغم ما ثماش مجال فتره ما بين 12 و 16 ثم ياسر حاجات عملنا انجازات في النطاق هذا واحنا كي دخلنا المجلس احنا دخلنا فيه في الموضوع خاصة الموضوع هذا نتاع التحكم في الطاقة التحكم في النفايات وتدويرها كان هذايا تقريبا المنهج ولاكس معناها المحور الأساسي لعمل البلدية أولا كما قلت لك لأسباب
بيئي، احنا نعيش توا في وضع بيئي وانا قاعدين نعيشوا فيه. قبل كنا نقراو عليه، يعني نقرا عليه من 40 سنه التالي، ولكن توا انا قاعدين نعيشوا نقراو عليه. وقت اللي كنت نقرا فيه وقت اللي بدات هكا الكتابات على الوضع البيئي في العالم في التسعينات، كانوا ليه كانوا في التسعينات وقتها كانوا يخموا انه هذايا اللي نعيشوا فيه توا مش يقع في 2100 عام 75 في ستوكهولم اول اليرت وقعت على مستوى البيئه، ثم في ريو دي جانيرو في التسعينات التسعين بالضبط. ايوه وتويك هنا في عام 2023 والنقاط اللي وقع الحديث عنها في هذاك الوقت هذا اليوم عايشين اكثر من ما كان متوقع وما عملنا حتى شيء. لا احنا اني كنت نتابع الموضوع هذا من التسعينات ومن حتى من قبل التسعينات وعندي فكرة كبيرة. كانوا التغيرات هذه اللي نعيشوهم احنا اليوم كانوا متوقعين في متوقعة في 2100، احنا خاوم من 2020. انا قلت لك اكثر من كان منتظر. احنا البلدية كانت سابقة. اولا نخرطت في عديد، ونتعرف نخرطت في عديد من البرامج. توا ما سمعش واحد يدخل تونس وسمعة القيروان حقيقة هي اسمها وحدها القيروان يسوق، ولكن زاد شافوا الجدية متاع المجلس هذايا والجدية متاع الرئيس بتاعه. توا ما ثماش برنامج يدخل لتونس ما يطلبش مدينة القيروان وبلدية القيروان في باش يشاركها في المشروع. احنا داخلين بكري كنت نشوف صاحبي سيد صاحبي يقول لي في داخلين في اكثر من 20 مشروع واغلبهم في الميدان هذا. عندنا شراكه انت تعرف مع الابناك الجمعيه هذه وبتمويل من اليوس فورست هذه المنظمه نتاع الغابات في امريكا في تدوير النفايات وغيرها في التحكم في الطاقه. احنا في تغيير الفوانيس ما شفتوا توا غيرنا اكثر من 400 فانوس واحنا عندنا توا الامل وصول البلديه على علامه الجوده في التحكم الطاقي اخيرا. يرحم والديك الاسبوع اللي فات كان عندنا كان بحثنا سي الحبيب المستيري وان شاء الله هذا مش ناخذوه. انا عندنا تطمينات اللي احنا بحول الله توا ما تصوروش سمعه بلديه القيروان عند هذوما الشركاء الخارجيين وكل شيء. دونك نرجع للسؤال ولا سي حمادي، هو احنا منخرطين بتاتا في هذايا. عندنا الشراكه هذه مع الابناك، عندنا البرنامج نو الملول والدراسه اللي وقع توا، واحنا توا عندنا زوز مشاريع نتاع معناها انجاز الدراسه هذه مخرجات الدراسه على الواقع. توا خذوا التمويل، احنا خذينا التمويل الاول الابناك خذت التمويل باش نديروا ثم عنا مشروع زاد متاع الفرز الانتقائي. زاد مش نبدأه بحي نموذجي ثم نحاول نوسعه. ما تعرف التصرف في النفايات يزم يبدأ من المصدر أو يزم يخرج مفروز. الفرز الانتقائي يخرج البلاستيك وحده والمواد العضوية. احنا عنا توا أول وحدة تسميد واللي تشتغل من عامين بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني و بدا بلدية دارمشتاد وهي قاعدة تشتغل توا في سوق الجملة وقاعدة تنتج. بلدية دارمشتاد كان الموضوع كبير برشا، كان كبير وكان المفروض يكون يعني الآلات كانت موجودة في على ذمة بيت القيروان وبقات. أما ما أراه وأنا في سوق الجملة راه يتسمى 1% من اللي كان من كان منتظر. وأنا وكبت عملية الدراسة وحضرت يعني كل المراحل، فما ما أراه هو تقريبا 1%. وكان فرصة ذهبية للقيروان أنها تكون نموذج في تونس في تحويل وتدوير النفايات وأنها تدخل منها فلوس بمواصفات ألمانية. وهذا المهم وإحنا ماشيين فيه هذا. ولكن إحنا هذا ما تعرف المشروع ورثناه لقينا سبقنا وما تصورش حالة الدراسة الغالبة. زاد ما باش ما نصوروش ثم تنقصنا كفاءات في البلدية نسبة التأطير 4%. نقرقوا احنا بعمله باش يتحملوا مسؤولية إدارات وكل شيء لأن ما عندناش نسبة التأطير 4%. واحنا قاعدين توا انجزنا زاد هذه السابقة اللي تعملت. عملنا مدرسة تكوين، انشأنا مدرسة تكوين وقاعدين نرفعوا في المستوى نتاع الإطارات نتاعنا وقاعدين نكونوا فيهم باش غدوة يعطيونا دراسات باش سي حمادي نعملوا احنا اللي يقول فيه صحيح سي حمادي. وقت اللي احنا جينا مثلا لقينا الدراسة عملت لنا 40 متر مربع البورطال. باش نحكي لك بعض التفاصيل باش نضحك ساعات. لقينا عاملين الدراسة في 40 متر بورطال. احنا تو مشينا للبورتال اللي في سوق الجملة اللي هو 10 مرات قد ذاك وغير كافي. واحنا تو في ان شاء الله الاسبوع هذا وقع الاتفاق مع
مالكين بتاع قطعة أرض تمسح 8 هكتارات باش اللي وقع الاتفاق عليه قبل نحن هذيك الوحده الكبيره بتاع هكتار وهكتارات باش ننجزوا هذه في 8 هكتارات ان شاء الله. احنا عندنا موافقه من المجلس البلدي باش نقتنيوها باش نحطوا فيها وحده التسميد باش نحطوا فيها زاد ما يسمى الديشتري هذه خاطيه الفواضل المنزليه الحوايج الحوايج هكا الحوايج الزايده هذيك ما عادش يلوحنا في الكيكة في الكياس ويقعدوا احنا ندفع عليها في الفلوس ونصبوا فيها في المصب المراقب نعملوا لها وين يولي يهزها لا نعملوا مكان لجمع مكان لجمع وربما يقعد ثمينه طبعا كي مش تتجمع بعد يولي الفرز التصرف فيه يولي اسهل. عندنا عديد المواضيع اللي احنا قاعدين هذه سباقين فيها والحقيقه ما نحب اني هي ما تبانش ما تبانش هذه نعرف هي ما تبانش لانه في الاخر اصلا المواطن يقول لك اش عملت لي في حومتي صحيح هذا هو هذا هو. خلينا نرجع شويه لمشاغل المواطنين واللي هما يستنوا فينا باش نحكيوا على الموضوع هذايا على خاطر برشا تعليقات وصلتنا على مثلا الانتصاب الفوضوي سي رضوان الانتصاب الفوضوي وشفنا التجربه في النحاسيه هوني تقريبا ايش حكينا النجم نقولوا وقتها عندها مديده التالي قلت اللي باش التجربه هذه زاده باش تشمل نقاط اخرى حي محمد علي اللي حتى سيد الميري زاد ما احنا اليوم نحكيو مع سيد رحيم بودان في النحاسيه علاش ما تعمدش مثلا في نقاط اخرى حي محمد علي اصبح المرور منه خاصة في أوقات معينة في الصباح ما يعديش لأنه النصب موجودة في وسط الكيس مش على التروتوار ما عادش تحكيو على التروتوار نحكيو على وسط الكيس الحجام رجع كومبليتمون المرشي معناها رجع بطريقة عادية نهج النحاسية سامحوني نهج صفاقس نهج صفاقس هذا كيف كيف وطريق حافوز طبعا فالانتصاب الفوضوي موضوع يقلق برشا المواطنين شنو عملتوا فيه كبلدية فمش تطورات وإلا هكا في برنامجكم إنكم تقوموا بنقاط أخرى معناها تنحيوا منها الانتصاب الفوضى الانتصاب الفوضوي الحقيقة تقريبا السؤال الوحيد اللي سئلته فيه في من وقت الحملة الانتخابية غدوة كان وليد رئيس بلدية إيش مش تعمل في الانتصاب الفوضوي وأني كنت صريحا في الموضوع هذا لأني عندي تجربة متاع 6 سنين اللي عديناها في النيابات الخصوصية ونعرف مدى صعوبة الموضوع هذا قلت كنت واضح قلت هذا الموضوع شائع في جانب جمالي متاع المدينة في جانب اقتصادي في جانب اجتماعي سنتولاه بجدية ولكن بتعقل و بتروي والحقيقة أنتم لاحظتوا في ال4 سنين هذية يظهر لي أكثر مجلس تصدى للانتصاب الفوضوي هو المجلس هذية حتى واحد ما نجم يقول أني عملت أكثر منه ولكن أنا وقت اللي قلت الكلام هذية في الحملة الانتخابية لأني نعرف اللي الخيوط متاع التدخل في الموضوع هذية مش كلها في يد البلدية ولهذا يبدا الخيوط كل مش في يدك ما تنجمش انت توعد بحاجه وانت ما كيفاش ملف شكون الطرف معكم في هذا الموضوع المشكل الكبير اللي تقاسي فيه زاد وكتسد 350 رئيس بلديه باش يقول الجهاز التنفيذي الجهاز التنفيذي وسبقني سي حمادي انه ملايع كيف في اللي بتخصني ان الجهاز البلديات بخروج التراتيب عن سلطتها تفتقد الى جهاز تنفيذي خاص بها هي خاص بها هي. احنا الحقيقه ملي جينا وكان اني معناها زاد محور من واحد هو التعاون الكلي مع جميع السلطات الموجوده في الـ في الـ في المدينه. الحقيقه ما عندي حتى مشكل مع حتى حد وكنا وتعاوننا مع الولايات المختلفين ومع السلطات الاخرى الموجوده. وقت اللي الامور تسنح عملنا تدخلات كبيرة ولكن هذا يراه عمل مضني ويومي شنو المانع سي رضوان لو كان باهي سامحني سي رضوان انت سيادتك كرئيس بلديه لو كان تتصل بسيد الوالي وتتفقوا مثلا على انه تشتغلوا مثلا على حي محمد علي ولا طريق حافوز والا الحجم ولا نهج صفاقس فما نتصورش كان باش يقول لك ليه والا سيد الوالي معناها كيما نقولوا قوات الامن باش يقولوا له ليه ما نمشيوش معاك والا حاجه دونك المشكل هو المشكل في توفر العدد الكافي لانه كل نقطه تنظفها لازم تخلي مجموعة غادي مجموعة من الأعوان
باش تو هذا غير متوفر. ثم 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 معناش زوز اعوام باش نحطوهم في حي محمد علي مثلا سي رضوي. انت كنت تسمح تدخل في شوف الحيسيه بالثلاثه كرابيه اخرى، ولكن الادارات كلها والمصالح كلها تشكي نقص من الاعوان، نقص مهول، واحنا حتى في الشنجال في كل شيء كل نقصيو زاد في نفس المازق انه عدم توفر الاعوان الكافيه. هذه اولا. ثانيا راهو كيما يكونش وذا ولاو يقولوا به معناها المسؤولين كلهم بصراحه قبل كان هو ثم اولويات امنيه ثم اولويات ثم مرات يقول لك تو الوالي ولا غيره تقول له ما احنا مش ليس دفاعا راهو خاطر احنا نحكيه يقول لك سيد الوالي انا عندي اولويات اخرى بجانب الامني من الانتصاب، هل انه نسبق هذه او هذه؟ يعني ثم الجانب هذا في حين انه لكن علاش تم التدخل في النحاسيه وما تمش التدخل في نقاط اخرى؟ لانه عندنا هذيك اللي عندنا حطينا في النحاسيه ثم حاجات ما نلزموش نقولوهم للعلن لان يولي عندنا البلديه عندها شرطه بلديه سته اعوان نقول لك سته وسبعه سته الشرطه البيئيه شرطه البيئيه سته وسبعه ما نجموش هما مش يخدموا برشا ما عندهمش صلاحيات كبيره ما عندهمش صلاحيات ما نجمش هو يحطهم في مكان اكاو لو كان يوزعهم واحد 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 يقول ما عادش عندهم. مش نقول لك التجربه اللي وقعت الحقيقه مش نقول هما تو نقول لك المسؤولين كانوا قبل يلمحوا به تو لو حتى يصرحوا به كلهم حتى حتى المسؤولين الامنيين ساعات اللي هما عندهم جانب التحفظ وفي العاده ما يتكلموش الكلامات في الولايه وخاطر ثقيله في العلن اللي كانوا يعاودوا مش نعاود في العلن وامام الصحفيين مش نقول جلسه امنيه مش نخرج اسرار تاع جلسه امنيه وقعت قدام راهو قا وين المنظمات نتاع المدينه وينهم الجمعيات نتاع المدينه راهو وقع تجربه قريبه احدانا في المجاوره لنا وناجحه ولكن فيش وقعت انه المجتمع بيد وكله كامل الجمعيات قرابه 50 جمعيه مشاو تلموا مشاو رئيس البلديه قالوا له اه يا سيدي نحبوا نفضوا المايكرو هذا هم مشاو مع بعضهم ومشاو للسيد الوالي وقتها في الـ في, الـ في الولايه هذه في سوسه ومشاو ايوه لا 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 ليس عيبا وقت اللي ثم تو ثم طلب من المسؤولين ثم يلزم ثم معاضده من المجتمع لان غدوه كي تقع اي اشكال او حاجه يلقى روحه المسؤول مدعوم ومسند امام ادارته او باش نقولها بكل صراحه فهمتني احنا ماذا بينا هنا في القيروان هذه لم يقع حتى تو انا عديد المرات وين وصلت عديد التجربه نتاع بعض السوق في سيدي عرفه كبديل على الاقل سي رضوان ما على الاقل كي تقول انت ما تنصبش تعطيه بديل عديد المرات ادعو دعوت وهاني ادعو مره اخرى ادعو سي حمادي ما انه زاد يمثل المجتمع المدني هات نعاود ونلموا جمعيات كلهم ونمشي ونعاضوا معاكم البلدي رئيس البلديه راهو خاطر مش موظف ما عندوش نفس الاكراهات نتاع وسياسي وكما نقول ديما لساني ما فيهوش عظم دونك نجم تقول الحاجات بصراحه هات نمشيو نتعاونوا ونعارضوا السلطات المحليه باش وخاصه راهو ثم العقليه المحليه راهو احنا وقف عملنا عمل عديد الحملات وقت اللي نتصداو باش نقول هذا بصراحه وقت اللي كنا نتصداو للواحد كان ثم العديد من الانتقادات لانه راهو ذوك يا جماعه فئه هشه وقاعدين نقطعوا لهم في ارزاقهم ويسمعونا حتى الكلام هو غير صحيح لا شكون اللي يتشكى المواطن هو اللي يتشكى ثم فئه من المواطنين ثم فئه من المواطنين تتشكى ولكن ثم فئه من المواطنين الاخرى ثم يقول لك اخويا اني في النصبه نلقاها مثلا لكن وقتها وقت بركدير وقت يقول لي اني في النصبه نلقاها ب 2200 و 2000 ونص في الحانوت ب 4 علاش ما يتنظموش علاش هو ما يعرفش اللي في فك النصبه ب 2000 الكيلو يمشي تلقاه 800 جرام 850 جرام واني مره زميلكم صحافي عمل لي تليفون قال لي راني شريت الكيلو لقيته 650 جرام هو شريه رخيص صحيح ولكن الكيلو مش نلقاه اغلى دونك ثم عمل ثم تلاعب بالميزان في النصبه الموازين ماهيش كاليبري معناها المواطن مش نقول اولا ما عندكش مراقبه صحيه وما عندكش باتين ما عندكش مراقبه اقتصاديه غاد ما عندكش حتى مراقبه للميزان الكيلو اللي شريته انت رخيص من النصبه مش تلقاه كيلو وهانوا جربوا حظكم والعديد من الشهادات اللي جات كيما ثم نرجعوا للموضوع تحبوا نحلوه هات نتعاونوا كل البلديه انا قلت لكم رئيس البلديه مرقي صدره حتى واحد ما اقتحم المخاطر قد رئيس البلديه الحالي هذايا واقتحم المخاطر معناتها نقول لك راه مخاطر البلديه كريت مده عامين فضاء خاص وهيئته
وكل شيء، ولكن ما شكون هذا سيدي عرفه؟ لا لا لا، الفضاء الخامي هذا فضاء احنا نسميوه صبر 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 باش ما نعملوش اشهار. لا واش اشهار هذاك فضاء صبر معناها عملت العديد من المبادرات البلديه هذه كله ناقص، راه ما نعملوش على السيد الولي وحده، ما غير قاتل وعرس البلدية وحده غير قادر معناها لازم دفع من المجتمع المدني. تقول انت سي ندوي على المسؤول رئيس البلدية نجم يتغطى الوحده، ولكن بقيت المسؤولين يلزمهم يحسوا انهم مسنودين من المجتمع المحلي. يعني هذه دعوة اخرى نتعاونوا عليه، واحنا ما نقطعوش الارزاق ونشوفوا. نرجعوا لسيدي عارف انت سؤال، انا زاد الصباح وقعت اخر جلسة، هي وقعت جلسة الاسبوع اللي فاتت، واليوم الصباح زاد قبل ما نجيكم كانت جلسة في الولاية في اللجنة، لجنة المالية للمجلس الجهوي، أقرنا آخر من هذه بحول القرار أنه دمج السوقين اللي هذي وقع قروان الشمالية والجنوبية، لأنهم مخصصين الشمالية 3 مليارات و100 والجنوبية 2 مليارات و350، لا هذوما لا المبلغ هذا يعمل سوق كامل ولا المبلغ هذا يعمل سوق كامل. وقع الاتفاق في الاول في المجلس الجهوي ثم اليوم في اللجنه هذه اللي ضمهم الزوز باش يوليو 5 مليارات، باش نتعاني التقديرات توا انه في حدود 7.5 مليارات ونص، وتعهدت البلديه ان شاء الله بعد موافقه المجلس البلدي باش تساهم بمليار، هي زيد فهمتني. دونك ان شاء الله هدايا مش نطلق الدراسات، هي راهي بدات هذه لا الدراسات بدات من اشهر. وقتاش ما هي المشكله في الدراسات سي رضوان؟ راه ديما احنا مشكلتنا في الدراسات اللي ما توفاش. هو وقت اللي بدات الدراسات في اخر نوفمبر على اساس نشوف اخر ديسمبر، ولكن احنا امام التقديرات والاعتمادات، ما هذه المشكل، هذه مشاكل الفقر اللي نسميها ديما مشاكل الفقر والتخلف. احنا الغالب لقينا امام التقديرات نتاع المصممين والاعتمادات المرصوده فما فرق كبير. دونك عندنا تو قداش من شهر واحنا في البحث عن تمويل، البحث عن تمويل تو الحقيقه بحث تكميلي، الوضع المالي نتاع البلاد ما يسمحش. ولينا تو في اخر الطب التجأنا للكي هذايا اللي هو باش نجمعوهم الاثنين في سوق واحد. هي الدراسات بدات من ديسمبر ان شاء الله، المؤمل انه في الاسابيع القليله خاطر زاد المصممين باش ما ننظموهمش، هما يستناو في القرار السياسي الاخير قداش مش تخصونا فلوس باش احنا نعرفوا نصرفوا في فما تقريبيا قداش باش يكون احنا تو مبدئيا عندنا تحت يدينا 5 مليارات باش نحاولوا زوج اخرين، ولكن الدراسات راهي بدات وان شاء الله مش تبدا تتوالى الجلسات الفنيه وان شاء الله هنا قبل الموافقه 22 نكونوا اتمام الدراسات، يكون عندنا ما يسمى دي هو معناها دوسي دابل دوفر باش يخرج قبل موافقه 2022 ان شاء الله. انا شفت الدراسه الاوليه معناها وقعت نشرها من الولايه، من خلال ما شفت الجانب التقسيم اللي عملوه لا اظن هو سيكون ناجح، يعني هذه ملاحظتي انا. لأنه تبنى بطريقة المرشي الكلاسيكي، حوانت حوانت وسندق سندق، في حين أنه المرشيات الناجحين المرشي تاع تونس والا مرشي نابل نماذج اي نماذج ناجحه، اما انك تعمل لي صندوق صندوق هذوما دائري معناها صندوق لا لا انا اوز هو انا كل المجتمع المدني انا كي ندخل المرشي نحب نرى اخر نصبه مش ندخل تريكن هذه ملاحظه هذه معلومه خاطر تعرف مش السوق معناها هذايا هو تمويل من المجلس الجهوي، دونك هو صاحب تعرف من يدفع الزكار يختار اللحم، اللي عنده الفلوس هو اللي هذا مثال عربي اللي عنده الفلوس هو اللي يحكم، ولكن البلديه بلد طرف هم مشاركين الحقيقه معاه وبالطبع تجهيز اللي هي مكلفه بالانجاز ونحاولوا في الاجتماعات الفنيه ان نطلب احنا من أن يقع عرض مكونات، لان انا اعتقد انا بالنسبه لي الموضوع يعني انا برشا ان شاء الله الموضوع هذا خذا نيته وتحط على السكه نصرف 6 مليار دولار ونلقى من بعد نتيجه كما المرشي نتاع الحجام اللي تبناها كل عام. نذكروا انه ما بقاش برشا وقت وماضي ساعه و46 دقيقه، عندنا برشا مواضيع بالحق سي رضوان. خلينا قبل ما ندخلوا في المشاريع المعطله والمشاريع اللي باش تتعمل خلينا نحكيوا على الوشويشه والناموس اللي ارهقت المواطن في القيروان اليوم، مشكله كبيره برشا خاصه مع ارتفاع درجات الحراره. وقتاش فمش برنامج للمداوات؟ وقتاش باش تتم المداوات؟ هي راهي البلديه
باش ما نبلغش على الاقل ثم 8 شهور في العام على 12 8 على 12 ويتقاوم في الوش باش. ولكن وقاعدين نوثقوا ولكن الغرب ديما الاعوان ما ياخذوش ساعات التعليمات ما يطبقوهاش بالقدا. رانا عندنا فريق يقاع يتابع ويقاوم في البعوض هذايا مدة على الأقل 8 شهور على 12 هذايا. وإحنا بدينا منذ بدأ انطلاق المجلس هذايا بحكم أني زاد مهنتي وبحكم أني عندي فكرة على خلفية الـ ما يسمى الدواء وخطأ أن المبيدات العشرية كل شيء انطلق في المقاومة العضوية الساعة أولا. وإحنا عملنا اردمنا معنا عشرات الهكتارات من الجلد اللي كانت اللي أول مرة زاد في تاريخ البلدية عملنا التوتيد للواد اللي هو يخرج من نادي الضباط من في التبال إلى الحزامية في طريق تونس هذايا بالاشتراك الحقيقة بالتعاون وتمويل من إدارة المياه العمرانية مشكورة فوق 100 مليون هذايا عاونتنا باش عملنا له مجرى لأنه المجرى ما تعرف الواد الوديان نتاع القروان ما عندهمش مجرى محدد دونك ينشر ويخلي لك مئات القلت نتاع الماء وهذيك تعمل الوشوش. عملنا احنا توا في جانب كبير منه عملنا له مجرى محدد ولا الماء ينسى كما قلت لك عشرات الهكتارات اللي قاعدين نردموا فيهم ثم عندنا بيطري قاعد يتابع ويعمل في التحاليل ويشوف اماكن التدخل. مثلا عندي التو نتاع شهر مايو احنا اللي هو اول جوا مازالت ما جاتنيش الاحصائيات نتاع شهر مايو ولكن في افريل رشينا فوق قرابه 800 فوق 800 820 830 ان شاء الله ما تخونيش الذاكره لتر من المبيدات الحشريه اللي هو احنا سميهم خطا ادواء. راي المبيدات الحشريه رغم ان نلتجؤولهم راه في الاصل ماذا بينا ما نلتجؤولهم الا في الحالات القصوى لانها الحقيقه راه ما تعرفوا المخاطر نتاعها مخاطر نتاع المسرطنه غدوه مش تاكلها الحيوانات هذيك واحنا بعد مش ناكلوها احنا مش تهبط في المائده المائيه راه حتى المائده المائيه نتاعنا راهي ملوثه بصفه كبيره ماذا بينا ما نستعملوه كان في دونك المقاومه هذه موجوده. احنا عندنا قربت الشهر عملنا مراسله للطيارة ما يسمى الطيارة اللي هي تابعة تولدت تابعة وزارة الداخلية وهي في تونس باش يوفروا الطيارة هي الحقيقة الطيارة مش تجي هكاك يعني مكلفة أقل تدخل ب 120-150 مليون دونك ثم فريق فني يجي قبل يعاين ويشوف الوضع حسب إذا كان يراه هو حسب المعاينة نتاعو يرى أنه لازم التدخل يتدخل إذا كان يرى أنه مثلا ماشي دونك ما يتدخلش دونك احنا قاعدين نقاوموا فيه ولكن في الله خلينا نحاول رانا ما نجموش نعيشوا من غير وشوشة كما ما نجموش نعيشوا من غير ذبان كما ما نجموش نعيشوا من غير فيران لأنه هذا ما توازن بيئي هذا في الـ في الـ في الواحد اي عنصر من السلسله الغذائيه سمو سي حمادي اذا كانت نحيه اذا كانت نحيه ما نجموش نقولوا خلي العباد ما تخلفش سيرابينس لا مش نقول هذا ما نجموش احنا نحدوا منه لاقل ما نجموش نقولوا هو عنصر فعال للبيئه خلي يقعد موجود انا ما نحبوش يقلقني في داري مثلا نستعملوا احنا ماذا بينا احنا نخفوا زاد نعاونوا كنا نتعاونوا فيها يعني انا قلت لك مجهودات البلديه والمقامه راهي 8 شهور على 9 شهور على 12 وقاعده تقوم بها وقلت لك في شهر ابريل رشينا 800 فوق 800 لتر ان شاء الله اذا كان ثم البيطري صححني اذا كان قلت توا في تليفون اللي كان قلت رقم خاطئ هذاك مع هذا زمنا كنا زاد نتعاونوا راهو كنا كمواطنين كنا مسؤولين رئيس البلديه بالطبع هو المسؤول الاول ولكن كنا مسؤولين اللي عنده بركه اللي عنده ماجل مثلا في في في, في داره وجابيه او بيسين ما مش مباشر لا بيسين يزوي عليهم ما البيسين ما تعملش اما اللي عنده جابيه هكا فلاحه اللي عنده جابيه اللي عنده حتى برميل ساعات واحد عنده برميل ما مخليه غالي هذا يلزم عالجه لانه هذاك يكون لازم برشا حملات تحسيسيه زاد سي رضوان تقوم بهم البلديه باش توعي زاد المواطنين هذه فرصه هذه فرصه بكم انتم الحقيقه حملات تحسيسيه نعاولوا عليكم انتم بعد ربي باش تعاونونا في هذا وفي غيره احنا سي رضوان الوشوشه انا اللي قلقني ماله ناس اللي مسيب في كل مكان انا بالنسبه لي انت حكيت مش مال بلدي انت انا ما نحمل المسؤوليه انا نحمل المسؤوليه جماعي بربي واد البرج اللي الماء يصبها وفي كل بلاصه وما يوفاش
انك تداويه. الدواء مو عنده مده من زمان ويمشي، وبالتالي راهو الحكايه يلزق. هل انه البلديه عندها، انا ماذا بيه البلديه تكون اكثر جديه في التعامل مع الناس؟ حقيقه احنا في جدة، احنا في تعاون ساعه لا 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 اختاني من التعاون. لا لا سيادوي، التعاون داكورد، والتعاون لانجاز مشاريع. اما وقت اللي لوناس واللي يصب لي في الماء وانت بلديه خذ موقف. ما هو العام نقول ديوان التطهير في هذايا، احنا كنا البشر تقانا كما يقولوا الفرنسيين بورو ايفيكتيف في نفس الوقت، تقاه هو جاني وضحيه في نفس الوقت. ديوان التطهير هو في نفس الوقت جاني وضحيه، جاني لانه قاعد يخرج لنا في الماء، وثم الماء على طول العام قاعد ينهمر من شبكه التطهير، وهذا بفعل فعل هو كاش نقول لك ضحيه، لانه ثم عندنا عشرات من العباد اللي قاعده تسد في البالوعات نتاع التطهير باش يفيض الماء باش تسخن الارض نتاع باش تبقى الحشيش ينبت الحشيش للحيوانات نتاعها، ويسرح فيه البقر، يسرح فيه البقر والحليب يبيعوهن، الحليب يبيعوهن. دونك ثم جانب زاد في هذايا ردعي يلزم تقوم به السلطات المختصه في هذا. انا خرجت مع المدير الجهوي من عامين التالي لمعاينات ميدانيه، ثم قنوات هوائيه الفوق معناها مش مردومه في القاع اللي تخرج من المحطه نتاع الواحد، واني شفتها عشرات الثقب اللي فيها العباد وتخرج في الماء باش تسقي والبقر يسرح باش يسقي والبقر سارح والعلالش. لا لا اخطر من هذايا، انه اولادهم، لان خرجنا في شهر اوت وفي شهر جوان كما هكا، واولادهم تعوم، معناها باش يوريك عدم الوعي نتاع العباد. دونك هذه نتعاونوا فيه، هذه الزاد هو الحقيقه ديوان التطهير. احنا رانا قاعدين والمراسلات فما تنسيق بينكم والمراسلات قاعدين ننسقوا، خاصه المراسلات قاعدين نضغطوا عليه، ولكن هو بيدو زاد هو تو مش يشكيلك. ما احنا جينا حضرنا هنا في الاستوديو هذا مع السيد مدير الجهوي، زاد هو زاد عنده، احنا ثم عديد الاماكن اللي فيها يقع فيها الرمي العشوائي لما فضلات البناء. بعد جيت تدخل البلدية فوق الشبكة متاع التطهير، جيت تدخل البلدية بآلاتها الكبيرة ساعات تجرف فك البالوعات هذيك كلها وتتسد القنوات. هذا زاد في هذا البلدية زاد عندها شوية معناش برشا وقت سيراضوين، مبقاش برشا وقت. دونك باش نسألك على بعض المشاريع اللي تعطلت الإنجاز نتاعها، مثلا المسبح البلدي ولا غيرها من المشاريع، شنو هو الأسباب وكيفاش نجموا ملعب علي الزواوي، ملعب علي الزواوي زادة، وكيفاش نجموا معناه نستأنفوا الأشغال فيها؟ الحقيقة أني الحقيقة في بالي مش تخصصي وقت بلدي. على غالبا خذي حيز كبير موضوع النظافة. جبت لكم ملف كامل فيه في المخص المسبح، لأن المسبح هو اللي قاعد الحقيقة، وثم ناس عزلت هي من المسبح اللي تجاوزتها وقعدت تدور من بلاتو لبلاتو ومن في وسائل الاتصال الاجتماعي هذه، وقعدت بس في اخبار مضلله. اعطينا الاخبار السريعه. انا جبت ملخص، انا هذه تو قدامي معناها جرت 24 جلسه، اولها بدات انطلاق 23 جانفي 2020 واخرها 27/5/2022، معناها الاسبوع اللي فات 24 جلسه. هذه ما قعدناش رانا نشربوا في قهوه ونتحدثوا شحوال هذه كلها تخرج في جرتها محاضر اللي حلوه. ثم جهاز ثم جهات رقابيه تنجم حتى تراقبني في اللي مش نقول فيهم قداش من شهر. هو الحقيقه الانطلاق تو يحكيوا في اربع سنين، ما عندوش اربع سنين المسبح، هو انطلاق الاشغال 23 نظام في 2020، عندنا عامين وثلاثه شهور. هذه نحي منهم التعطيلات بسبب العزل الشامل هذاك والكورونا قداش من شهر، ثم بسبب الاكتشاف الاخلالات اللي هي ما كانتش معناها مرئيه للعين، ما كانتش ظاهره، ما تعرف ديما نتاع هذه اشغال الصيانه مش كيما باش تبني بنيه جديده، وحتى في بنيه جديده ساعات في الارض تلقى مشاكل، واحنا قاعده صايره لنا تو في الجبليه تكتشف حالات اللي ما كانتش ظاهره للعين في الواحد. هذه تو احنا الحوض هو الحقيقة البقية كلها ما كانش فيها تعطيلات، التعطيل هو في الحوض هذا اللي لقينا الأربعة أركان نتاعو مفككة، واللي هذه كونت لنا مشكل وتضارب ما بين المختصين اختصاصيين. لا الفلوس والله ما لقيناش فيها مشكل، لأن توا في الحقيقة أنا توا الملحق مش يكون ما نجمش نخرج الرقم، ولكن مش يكون مكلف جدا جدا. المشكل هو في تصور الاختصاصيين، وخاصة أنه ثم عديد من المتدخلين سمحني ليه، ثم البلدية بالطبع اللي هي مكلفة بالإنجاز، وثم الممول اللي هي وزارة الشباب والرياضة، وثم المجتمع المدني،
ثم المصممين. معناها احنا في الاشكال اللي وقع واللي هو زاد عطل الحكايه هو في الاركان هذه اللي قرا الفكه في كيفيه التدخل في التلافي الوحدات هذه. الحقيقه وقع تضارب ما بين المختصين تاع البلد تاع المصممين اللي هم مكلفين اللي هم في الاصل مكلفين بانجاز المشروع وما بين الفنيين نتاع وزاره الشباب والرياض، وهذا اللي عطل المشروع لانه قالوا التصور اللي جابوا المصممين قالوا لا ما نوافقوش عليه. التجينا احنا لاختبار خارجي، الحقيقه بعد ما خسرنا قداش من شهر جاء الاختبار مطابق للاراء نتاع المصممين الاولين. طيب عندنا عديد من قداش من شهر هذه تحملته البلديه ما عرفتش كيفاش تنور الراي العام. ماذا بيا اليوم يكونوا المستمعين نتاعك اقتنعوا انه راي البلديه ولو عندنا بعض الجزء من المسؤوليه ولكن المسؤوليه خارج شنو الحل في المسبح البلدي وقتاش يعني تو ان شاء الله احنا تدخلت حتى السلطات الجهويه في مشخصه في السيد المعتمد وقعنا اجتماعات في المكتب نتاعو ان شاء الله تو المؤمل انه يقع الانتهاء منه في 6 المؤمل هذا نقول ما تقولش انا ورثه بلديه المؤمل انه في سبتمبر يعني نقول كي نفوا معناها نكملوه في 2022 قبل موفى 2022 نكونوا انجزنا. اسال وجيزه عندي نقطه اخرى اي تفضل بايجاز بربي سي ربي تهمه اخرى فيما يخص المنح الخاصه للجمعيات وخاصه الاشهر فيهم احنا فيما يخص الجمعيات راهو ثم وضع جديد وقانون جديد الحقيقه ما عادش كما قبل رئيس البلدية كما أمير المؤمنين قبل أمر لهذا بألف دينار وأمر لهذا بخمسمائة دينار حسب أوعي وقت اللي جينا قالوا المجلس البلدي هو معروف هو مقبل في القانون رأوا المجلس البلدي ينجم يسكر الكيسات يطي حد يار عنده صلاحيات كبيرة ولكن في الدينار ما ينجم يتصرف في أي دينار إلا بموافقة المجلس لو كان هذا في المخصص تمويل الجمعية العديد من الجمعيات اللي طالبة تمويل ملفهم القانوني غير مكتمل السياسه والجمعيه الاشهر اللي هي الشبيبه باش ما نفكروهاش احنا رغم هذه الكل ورغم الخلاليات الثوره قلنا احنا باش نفوتوا خصصنا 80,000 دينار من 2021 من مارس 2021 خصصنا على اساس اللي كان استهلكتهم يمكن يصلوا الامكانيات نتاع البلديه مش تمكنها من هذا باش نوفروا ولكن للاسف لم نتمكن لاسباب قانونيه بحته ما دخلنيش بالله في التفاصيل التقرير المالي نعم التقرير المالي غير مكتمل التقرير المالي عندنا عقل لا بخلاف التقرير المالي عندنا عقل ولهذا احنا لم نتمكن قانونا باش نصبوا لهم الفلوس رانا خاصه 80 مليون عاودها ونكررها من 2000 ومن مارس 2021 ما نجمناش نصرفوهم توا ماتوا هذوك اذا كان يجينا توا طلب جديد بملف كامل فهمتني وخاصه ترفع على العقل هذا اسئله بايجاز بربي سي رافين خاطر فوتنا الوقت توا جينا سؤال على الباج نتاعنا على الشنغال ما عادش موجود مش موجود لا احنا توا عندنا محاضره كراس شروط جديده للمش نلقاها المشكل ان شاء الله هو دي ما قلت لك في توفير الاعوان اذا كان معنا وخذينا وعد باش يوفرون هذاك علاش احنا عملنا كراس شروط جديده وقع وعدنا باش يوفرون اعوان احنا مستعدين باش يرجع شنغال في اي وقت معنيش وقت محدد تو ان شاء الله في الاسابيع القادمه يخرج طلب العروض في اللزمه دي. جينا سؤال زاد حاشيكم على الكليب السائبه فمش حمله للقضاء للتدخل معنا في هذا الخصوص هي الحقيقه الشرطه البلديه عندها تدخل على طول العام ثم عمليات ولكن العمليات هذه تتم ديما عقب الليل دونك ما يشوفوهاش الناس غير مرئيه للمواضيع ثم الحقيقه بعض نقاط تجمع فيها عدد كبير وقت اللي احنا يشعروني يعني مباشره او عن طريق اعضاء المجلس قاعدنا ندخل معناها مع الشرطه البلديه للتدخل اذا كان معناها ثم اماكن محدده فيها تجمع معناها كبير للكلاب السائبه احنا مستعدين باش معناها يعني توصل معلومه للبلديه باش تتدخل لكن التدخل قاعد معناها يقع على طول العام
يتقص في بعض الأوقات. ثم بعض الأنهج سي رضوان دون عناوين أو تسمية. كيفاش يعني كيفاش هذا؟ هل هذا معقول يعني؟ هذا أنا بديت للواحد من النيابة الخصوصية، هو ذا ملف ثقيل جدا جدا في عمل كبير. ونرجع وما خلاش الوقت بجراء التجاذبات هذه والمجلس اللي مش قاعد يخدم بكامل الطاقات والكل. الحقيقه لم نتمكن بكل صراحه من فتح الملف هذايا كما قال سي حمادي. ثم اللجنه في الاصل المخصصه للعمل هذايا لم تتمكن من العمل من هذا من 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 فتح الملف هذا لانه في جراء التجاذبات وخاصه التعطيلات اللي قاعد نشوفها. معناها ما فماش حتى حل في الموضوع هذا. والله كان هل نقول بكل صراحه اذا كان غدوه ثم ناقه مجموعه اني من الاعضاء المجلس متفرغين لانه العدد المحدود اللي قاعد ديما على مشكلة في العدد المحدود على المعمل البلدي الحقيقة غاطس للعكوش سمحني في التعبير خاطر يهدروا حتى كي يبعث حدا من عندي عديد من التشكيات نقول لك عشرات اذا كان من مئات من التشكيات دونك ما فماش في الوقت الحاضر ما فماش باش نقول لك ما نكذبش عليك توا ما فماش الموضوع هذا. باهي اخر سؤال فيسع فيسع بربي سي رضوي خاطر دخلنا في وقت الاخبار بالنسبه للمجلس البلدي فما انقسامات في المجلس البلدي خاطر قاعدين نسمعوا في اصوات فما المستشارين كلهم يحضروا للجلسات ولا فما 19 استقالوا عندك احصاء لا مش ما استقالوش وكان استقالوا راهو انقلوا عندنا توا اربع استقالات هذوما عرضناهم على المجلس هنا نستناو في الهيئه باش في التعويض. الحقيقه المشكل هو تو اللي استقال هنا ولو استقال بعد اربع سنين بعد مع الحقيقه ولكن هذه اللي لا هو قاعد يعمل ولا استقيل ولا استقال هذه الحقيقه انا اكله الى الراي العام التزم امام الناخبين نتاعو وخاصه اقسم على المصحف باش يتفانى تعرفش معناها يتفانى ذا معناها باش يفني روحه يموت في جرة البلدية بكلمة أخرى في خدمة البلدية هو الحقيقة نقوله سيد رئيس البلدية مش جاء ما جاء شيء وهو معطل الدنيا كلها انت لا نفنشوه للأقصى طوال انا الحقيقة البلدية مفتوحة وتعرف انت البلدية سي حبادي وانت خدمت فيها بلدية مفتوحة رئيس البلدية لا عنده عرس بنته ولا طهور ولده باش يستدعى كل يوم أعضاء البلدية البلدية مفتوحة للأعضاء الكل الحقيقة احنا حرنا معاه تمشي تشكيله وانا مشيت عملت عديد المبادرات باش نحاول نشوف مع خلينا نتفاهمهم كل يقول لك ما يشاركناش رئيس البلديه ما نعرفش هذه كلمه عامه ما يشاركناش رئيس البلديه استدعاهم انت سي رضوان قاعدين استدعوهم رغم المقاطعه هذه ولكن قاعدين الاستدعاءات للجان والمجلس البلديه قاعده تخرج بصفه شخصيه واضح سي رضوان انا اكلهم الى الراي العام والى رب العزه غدوه يسالهم حال اليمين اللي اقسموا وفود اجنبيه سي حمادي ما عادش عندنا وقت انت قلت سي حمادي ما عادش عندنا وقت نشكرك برشا سي رضوان بودان رئيس بلديه القرويين بارك الله فيك على زيارتك لنا لاذاعه الحيطه فيم ومدنا بكل هذه التفاصيل شكرا لك سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشان العام بارك الله فيك شكرا لك نشكر إمنا بوخيت في الإخراج التقني أحمد الشفار في الديجيتال أنس الهميمي في السندار نعتذر من زملائنا في قسم الأخبار وسوار زيد أخذين لها من وقتها تقريبا 5 ولا 6 دقائق كنت معكم سهام حمدي في الميكرون قبل غدوة في ريكاب جديدة في الأمان ريكاب ميدي متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فهم.